الأحمر يعني أنت شديد التركيز، الأزرق أنت مشتت، الأبيض أنت لست هنا أساساً. قصتنا اليوم يا سادة عن ربطة رأس إلكترونية تجعل الذكاء الصناعي يقيس مستوى تركيزك في الفصل. ففي إحدى المدارس الابتدائية في شرق الصين يخضع الطلاب لاختبار لمستوى تركيزهم باستخدام ربطات رأس خاصة طورتها شركة أمريكية تسمى برينكو. تقوم هذه الربطات بإرسال بيانات انخراط الطلاب في الدرس للمعلمين وللآباء بشكل بث مباشر. يعمل الجهاز بتقنية AAG تخطيط كهربائية الدماغ كما في المستشفيات والمختبرات، حيث يملك الجهاز 3 أقطاب كهربائية، 2 خلف الأذن و1 أمام الجبهة. وهنا تلتقط المستشعرات الإشارات الكهربائية التي ترسلها الخلايا العصبية للدماغ وتحولها مباشرة إلى بيانات رقمية تظهر للمعلم وحتى إلى الآباء في هواتفهم كل 10 دقائق. وهنا تظهر الألوان: الأحمر التركيز، والأزرق مشتت، الأبيض غير مركز نهائياً. وهذه ليست الطريقة الوحيدة التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في التعليم في الصين، فقد زود عدد من الفصول الدراسية بكاميرات ذكاء اصطناعي وأجهزة تتبع موجات المخ ومراقبة الوجوه، والهدف هو تشجيع اعتماد الفصول الذكية في إطار سعيها لتطوير التعلم الذكي. والآن ما رأيكم بربط تكنولوجيا الذكاء الصناعي بالفصول الدراسية؟